مرحبا، أنا ضحى سعادة من فريق سمارت. هلا بهذا الفيديو رح نحكي عن تركيب الاقترانات وكيف ممكن نوجد الدومين اللي هو المجال لتركيب الاقترانات. هلا أول إشي هون عنا إياه اللي هو f زائد أو سالب g للx، اللي هي نفسها بتساوي f of x زائد أو سالب g of x، يعني هون جمع أو طرح اقترانين. هلا دومين جمع أو طرح اقترانين هي بتساوي دومين الاقتران f تقاطع دومين الاقتران g. هلا التاني نوت اللي هي f ضرب g للإكس هي بتساوي f of x ضرب g of x. هلا هنا يعني ضرب اقترانين، هلا دومين ضرب اقترانين هي بتساوي دومين الاقتران f تقاطع دومين الاقتران g. هلا هنا f على g للإكس هي بتساوي f of x تقسيم g of x، يعني هون قسمة اقترانين، ودومين قسمة اقترانين هي بتساوي دومين الاقتران f تقاطع دومين الاقتران g ما عدا أصفار المقام. هلا في رابع شغلة اللي هي f after g للx هي بتساوي f of g للx، هاي هي عبارة عن composition f after g، هون تركيب اقترانين f بعد g. هلا دومين ال f after g اللي هي f بعد g هي بتساوي دومين ال f after g اللي هو الدومين الجواب تقاطع دومين الاقتران الأول، واللي بيكون في القوس هنا هو بيكون الاقتران الأول. هلا هون في عنا سؤال، أول إشي بيحكينا اللي هي f of x بتساوي 1 زائد جذر ال x ناقص 2، حيث إنه وهنا كمان g of x هي بتساوي x ناقص 3، وفايند دومين ال f تقسيم g. هلا هون أول إشي عشان أوجد دومين القسمة، دومين قسمة اقترانين، بدي أوجد دومين الاقتران الأول اللي هو دومين البسط، ودومين الاقتران الثاني اللي هو دومين المقام ما عدا أصفار المقام. هلا دومين الاقتران الأول اللي هو دومين البسط اللي هو عبارة عن f of x. هلا هون الدومين هو بنلاقي إنه الاقتران الرئيسي عبارة عن الجذر، فدومين الجذر هو إنه ما داخل الجذر لازم يكون أكبر من صفر، أكبر أو يساوي صفر. فهنا بناخد ال x ناقص 2 إنها أكبر أو تساوي صفر، بجمع التنين للطرفين بتصير x أكبر أو تساوي 2، فبالتالي الفترة هون هي عبارة عن إنها ال x من سالب إنفينيتي، لا هون من سوري من 2 للإنفينيتي، من 2 لإنفينيتي، ومن 2 بتكون مغلقة. هلأ طريقة تانية عشان أوجد الدومين تبع الجذر حكينا عنها في بداية الفيديوهات في بداية الشرح، اللي هي عن عبارة عن الخط الأعداد، اللي هي هون باخد إنه x ناقص 2 بتساوي 0، ومنها ال x بتساوي 2، وعلى خط الأعداد بحط 2 بعوض قيمة أكبر من 2 رح تعطيني الإشارة هون موجبة، وإذا عوضت مثلا هون قيمة أصغر من 2 لو عوضت الصفر مثلا رح تعطيني الإشارة سالبة، فبالتالي احنا رح ناخد الإشارة الموجبة اللي هي من 2 لحديت الإنفينيتي. هلا هون دومين المقام اللي هو دومين g of x بتساوي x ناقص 3، اللي هي دومينها بما انه هذا كثير حدودي اللي هو بولينوميال، ودومين الكثير الحدود هي بتساوي r، فهون دومين الأول تقاطع دومين الاقتران الثاني اللي هي r ما عدا أصفار المقام. أصفار المقام اللي هي بدها تكون إنه x ناقص 3 بتساوي 0، ومنها ال x رح تساوي 3، الثلاث هي صفر المقام. فالجواب النهائي لهذا السؤال رح يكون اللي هي 2 للإنفينيتي تقاطع r اللي هي بتساوي من 2 لإنفينيتي ما عدا الثلاث. هذا هو الجواب النهائي للسؤال. هلا هون السؤال الثاني بيحكينا اللي هي f of x بتساوي جذر ال x و g of x بتساوي جذر 2 ناقص x، find domain ال f after g و domain ال g after f. هلا هون أول إشي بدنا نطلع الاقتران اللي هو f after g عشان نطلع domain الجواب. أول إشي هون رح أحكي إنه f after g هي نفسها لل x هي نفسها بتساوي f g لل x. رح أروح أجيب الاقتران اللي جوا اللي هو أول اللي هو الاقتران الأول اللي هو عبارة عن الجي، رح تصير عندي إياها بتساوي f في الاقتران تبع g of x اللي هي بتساوي جذر 2 ناقص x، هون بحط أقواس اللي هي جذر 2 ناقص x. هلأ بروح بعوض محل كل x في الاقتران f بحط بداله جذر 2 ناقص x، فبتصير عندي إياها
جذر اللي هو من هون، ومحل كل اكس من هون بدي احط هذا الموجود جوا القوس اللي هو عبارة عن الجي اوف اكس، فهون بتصير جذر الاثنين ناقص اكس، فصار عندي جذرين. هلا هدول الجذرين التربيعي والتربيعي هي نفسها بتساوي الجذر الرابع لاثنين ناقص اكس. هلا على اي اساس حطيت الجذر الرابع؟ لانه الجذر هو عبارة عن الكسر نص، فبتصير عندي اياها اثنين ناقص اكس الكل قوة نص، وفي عندي الجذر هذا هو عبارة على انه الكل قوة نص، وفي هاي الحالة رح اضرب الاسس مع بعض، فبتصير عندي اياها نص ضرب نص هي بتساوي ربع، اللي هي واحد على اربعة اللي هي عبارة عن الجذر التربيعي. هلا هون رح اطلع دومين الجواب، دومين الجواب لهذا الاشي اللي هو الجذر الرابع، والجذر الرابع يعامل معاملة الجذر التربيعي، فهون انه ما داخل الجذر الرابع رح لازم يكون اكبر من صفر، فبتصير عنا اياها اللي هي اتنين ناقص اكس اكبر او تساوي صفر، رح اجمع اكس للطرفين بتصير عنا اياها اتنين اكبر او تساوي قيمة الاكس. هلا هون يعني الاكس من سالب انفينيتي لحديت التنين، من سالب انفينيتي لحديت التنين مغلقة. هلا راح اروح اطلع دومين الاقتران الاول، دومين الاقتران الاول اللي هو بيكون اخر واحد من هون اللي هو الجي، دومين الجي هو دومين الجذر التربيعي، راح اخذ نفس الاشي اللي هي 2 ناقص اكس بدها تكون اكبر او تساوي صفر، 2 اكبر او تساوي قيمة اكس، فبالتالي هون الدومين من سالب انفينيتي لحديت التنين مغلقة. هلا بدي اخذ تقاطعهم، تقاطعهم رح يكون نفس هذا الاقتران، فبالتالي دومين الاف افتر جي هي بتساوي من سالب انفينيتي للتنين، هي تقاطع الجواب تقاطع دومين الجواب ودومين الاقتران الاول، رح اخذ التقاطع بيناتهم رح يطلع لنا الجواب هذا. هلا هون هلا هون بدنا نحكي كمان عن الدومين للجي افتر اف، دومين الجي افتر اف اي هون رح نحله. هلا هون دومين الجي افتر اف اللي هي بدنا جي اف اوف اكس، هلا هون رح اروح اخذ الاقتران تبع الاف واعوضه، فرح يصير عندي اياها جي جذر الاكس. هلا بعدين رح احكي انه هون بصير عندي اياها محل كل اكس هون رح اعوض جذر الاكس، فبتصير عندنا الاقتران عبارة عن جذر التنين ناقص جذر الاكس، فهون برضو عنا الدومين عبارة عن دومين الجذر التربيعي اللي هي على خط الأعداد، أو إنه ما داخل الجذر أكبر أو يساوي صفر، فهون اتنين ناقص الجذر التربيعي للإكس أكبر أو يساوي صفر، رح أطرح جذر الإكس من الطرفين بتصير عندي إياها عبارة عن اتنين أكبر أو تساوي جذر الإكس، رح أربع الطرفين عشان أتخلص من الجذر وأوجد قيمة إكس لحالها، فالجذر بيروح مع التربيع، وهون اتنين تربيع بتصير عنا اياها اربعة اكبر او تساوي قيمة الاكس. هذا الدومين الجواب اللي هو من سالب انفينيتي لحدية الاربعة، من سالب انفينيتي لحدية الاربعة مغلقة. هلا هون دومين الاقتران الاول اللي هو دومين الاف اللي هو جذر الاكس، وجذر الاكس الدومين تبعها عبارة من صفر لانفينيتي. هلا كيف عرفت انه من صفر لانفينيتي؟ اللي هي اخذت الاكس وسويتها اكبر او تساوي صفر، فبالتالي اللي هو ما داخل الجذر اكبر او يساوي صفر، فصارت عنا اياها بهذا الشكل، فهون الدومين معناها من صفر لانفينيتي مغلقة من عند الصفر. هلا هون سالب انفينيتي لحدية الاربعة تقاطع من صفر لانفينيتي، رح اخذ التقاطع بيناتهم اللي هي رح يكون الجواب في النهاية بيساوي من صفر للأربعة مغلقة من الطرفين، هذا الجواب النهائي. هلا هون في عنا decomposition، decomposition اللي هي عبارة عن فك التركيب. هلا هون فك التركيب اللي هي عملية عكسية لهون، يعني بيكون في عنا بالديكومبوزيشن بيكون في عنا اقتران عبارة عن ال f after g، وأنا بدي أفكه لل g of x و f of x. هلا هون مثلا بيحكي لنا given h of x هي بتساوي f after g لل x، find f of x و and g of x. هلا هون h of x هي بتساوي 4 ناقص x تربيع. هلا عشان أوجد f of x و g of x، أول إشي هو بيحكي لي إنه هي عبارة عن تركيب من f after g،
فأول إشي إحنا اشتغلنا بالاقتران F بالاقتران الأول، سوري في الاقتران G اللي هو الاقتران الأول، بعدين اشتغلنا في الاقتران F. فهون أول إشي اللي مبدأ فك التركيب رح أبلش بالاقتران الأول اللي هو الـ G of X. فهون 4 ناقص X الكل تربيع، بقدر الـ G of X هي تكون عبارة عن 4 ناقص X، و F of X هي رح تكون بتساوي X تربيع. هلا لو بدي أرجع أدمج هدول اللي هي F after G لل X، هي رح تكون بتساوي حسب ما أنا طلعتهم هون، رح أحكي إنه F لل G of X اللي هي 4 ناقص X، بعدين محل كل X في الاقتران F رح أعوض 4 ناقص X، فرح تصير عندي إياها 4 ناقص X الكل تربيع، وهذا الاقتران هو نفسه الاقتران H of X. هلا هون H of X بتساوي جذر الأربعة ناقص 2 X. هلا هون أول إشي حكينا رح نطلع الاقتران الأول اللي هو G of X، بعدين رح نطلع F of X. هلا هون أول إشي هو عبارة عن 4 ناقص 2 X، ممكن هون بتساوي F of X بتساوي جذر ال X، أو ممكن هون أطلع G of X إنها بتساوي سالب 2 X، وأحكي إنه F of X بتساوي جذر الأربعة زائد X. بهاي الطريقة ممكن إني أطلع، هيك بيكون في عنا أكتر من حل طبعا. هلا إذا مثلا لو حكالي h of x بتساوي جذر الأربعة ناقص 2 x، هي عبارة عن تركيب ثلاث اقترانات اللي هي g1 بتساوي قد ايه، وg2 بتساوي قد ايه طبعا لل x، وg3 بتساوي قد ايه. لو كانت هاي عبارة عن تركيب ثلاث اقترانات، ممكن أول اقتران يكون عنا إياه عبارة عن مثلا نحكي إنه هو 2 x، الاقتران الثاني ممكن أحكي إنه هو عبارة عن 4 ناقص X، والاقتران الثالث بده يكون عبارة عن جذر الـ X. فهدول الاقترانات لو ركبتهم مع بعض رح يرجع يعطوني هذا الناتج، ولو عندي عبارة عن اقترانين ركبتهم مع بعض سواء بهذا الجواب أو بهذا الجواب رح يعطيني برضه الجواب النهائي تاع H of X. هذا هو فك الاقترانات. يعطيكم العافية.